الإنسان بشخص متميز علماً وخلقاً، ذلك هو المرحوم الأستاذ الدكتور كريم محمد حمزة. تلك الشخصية التي تركت انطباعاً طيباً لدى كل زملائه وأصدقائه وطلابه، وكان مثالاً للأستاذ الجامعي الأكاديمي ومثال الأخ، وقد ترك بصمات يعني لا يمكن أن تمحى يعني على مر الأجيال. فاليوم نحتفل بتوقيع كتابه، وقبل هذا نقف نقرأ سورة الفاتحة على وحي الطاهر. ويعني لنا الشرف أن يجلس بيننا، والحقيقة كلنا يعني اليوم يعني فرحين وكذلك يعني افتقدنا هذا الشخص الذي كان يعني عنوان مهم لكل الأساتذة. هو الحقيقة كان أستاذا لكل يعني كبيرا وله باع كبير، وكان أستاذا لكل أقرب الدراسات العليا. أترك الكلام للأستاذ الدكتور محمود القيسي ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشعر بسعادة كبيرة أن أكون يعني متكلما عن أستاذنا العزيز أستاذ الدكتور المرحوم كريم محمد حمزة. أنا يعني كنت أقرأ الدكتور كريم محمد حمزة منذ التسعينات من القرن الماضي، وكنت أتابع ما يكتبه من مقالات فكرية وما ينشر من كتب، وكان ناشر بشكل كبير جدا حسب ما أتذكر في بيت الحكمة، وقرأت له العديد من العناوين، إلا أن ما أثار اندهاشي واهتمامي الكبير هو إهدائي نسخة من هذا الكتاب الأخير مرايا السوسيولوجية من قبل دكتور خالد. وبصراحة عندما أخذت هذا الكتاب وفتحت الصفحة الأولى، طبعا قرأت مقدمة الأخ العزيز الدكتور أحمد الصحاف النقدية الرائعة للكتاب، ثم بدأت أقرأ ما كتبه دكتور كريم محمد حمزة. طبعا يعني أنا تقريبا منذ 10 سنوات تقريبا مهتم بعلاقة الزواج بين العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وبشكل خاص العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ. عندما قرأت ما كتبه عن المرحوم علي الوردي وعبد الجليل الطاهر وشاكر مصطفى وسوسيولوجيين آخرين من جيل الرواد، رأيت أن الدكتور كريم محمد حمزة كتب بأسلوب تحليلي ونقدي، وقام بمسح بما قدمه قسم علم الاجتماع فنشر هذا الكتاب المهم جدا، الذي أنا متأكد أنه سيكون له تأثير كبير على مسيرة وتطور علم الاجتماع في المستقبل. وأشكر قسم الاجتماع بشكل كبير جدا على هذه التفاته الرائعة، وأعزي عائلة الفقيه بهذه المناسبة، وأقول إن ما تركه دكتور كريم محمد حمزة سيجعله دائما بيننا في كل لحظة. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمود القيسي المعامل العلمي. والآن كلمة للدكتور خالد المعامل الإداري. السلام عليكم جميعا. الحقيقة كتاب مرايا السوسيولوجية أنا كنت متابعه من أول يوم. أنا أتذكر أن الدكتور من بلش يشتغل به كان دائما يتواصل وياي بخصوص قواعد البيانات اللي توفرت عندي. الكتاب بارك الله فيك دكتور أحمد وصل لي قبل فترة، والحقيقة طلعت عليه وشفته.
أنا أتمنى أن يكون هذا الكتاب هو بداية لمراجعة فعلاً نقدية لكل ما أنتجناه، وهذا اللي أنا يذكرون بعض زملائي اللي أنشأنا وحدة البحوث قبل أكثر من 10 سنين، ذكر الدكتور حسين ست مادة اللي موجودة، الدكتور حمزة الآن ما موجود، الدكتور حمزة موجود، يعني كانت الفكرة بسيطة جداً إنه إحنا نراجع كل ما كتبناه. الحقيقة لدينا مراجعة سابقة، يعني كتب مثل رواد المجتمع بالعراق أعتقد الدكتور معن، بس اللي كتبه دكتور رائع جداً. اللي مكتوب هنا بالحقيقة دراسة نقدية حقيقية، يعني أعطى لكل ذي حق حقه، يعني لم يتجرأ باحثاً في علم الاجتماع وكتب عن زملائه وأعطاهم الحق، يعني أعطى للإيجاب إيجاب وللسلب سلب. هناك لدينا هفوات ويجب أن نعترف بها، في هذا الكتاب هناك اعترافة واضحة جداً. اللي أتمنى بالحقيقة وأنا يعني أتمنى أن نصل هذه دعوة، هو الدكتور وصل إلى دكتورة بوزير عطية ودكتور حسن محمد حسن، الأسماء راح تشوفوها أمامكم. أتمنى أنه إحنا كباحثين وكأساتذة في قسم علم الاجتماع أنه إحنا نقوم بإكمال ما كتبه الدكتور، وأنا كتبت حقيقة هذا الموضوع وحتى نشرت على صفحات التواصل أنه إحنا نتمنى أنه نأخذ المنهجية اللي اشتغل عليها الدكتور، وكل واحد منا يراجع نتاجات شخص من الأشخاص اللي موجودين، على الأقل نقف عند الجيل الذي غادرنا، يعني الموجودين بيمل أن يصل إلى حد اليوم، إلى حد ما إحنا وين واصلين اليوم، بس كان للقدر وكان لله عز وجل مشيئة أخرى أنه فعلاً فقدنا الدكتور قبل أن يتم على الأقل هذا العمل اللي هو يؤرخ لعلم الاجتماع، التاريخ لعلم الاجتماع. طبعاً في الكتاب راح تجدون الكتاب الخاص قام بمراجعته، كان يتصل بي في بعض الأحيان باليوم مرتين أو ثلاثة، وكنت حتى أزعج أنا ما رد عليه، دكتور هذا المصدر الفلاني ما كامل، دكتور هذا كذا، هذا شخص اسمه ثنائي طيب الاسم الثلاثي، وبالحقيقة الدكتور لأن كتبه بخط اليد، فكانت مراجعة دقيقة جدا لما كتبه الدكتور. قدم إلى بالحقيقة بإشارة الدكتور محمود التعليمات رائعة جدا، بالإضافة إلى أنه تحمل للتكاليف، وكان فعلا التلميذ النجيب لدكتور كريم. يعني أنا أتذكر في الأيام الأخيرة، وربما أتذكر أبو محمد يتذكر بهدوة ما كانت موجودة، في الشهر الأخير للدكتور كريم كان أحمد الصحاف، واسمحوا لي أن أقول أحمد الصحاف وأخوي الصغير، أحمد الصحاف كان يجلس معاهم في المستشفى ليل نهار وتحمل الكثير، وكان بالحقيقة كان يوميا يجلس الصبح يلقى قدامي أحمد ويلقى قدامه جمال، لو واحد من الأسرة دائما حقيقة، وكأنه هو ابنه أو أخيه الأصغر اللي كان معه. أحب أشكره باللي قدمه الحقيقة. هذا الكتاب مرة ثانية أدعو أنه نتمنى على الجميع أن كباحثين نتم هذا العمل وننتقد أنفسنا قبل أن ينتقدنا الآخرين. أشكر الحضور طبعاً صاد جمال ومهدوة بنيابة عن بناتها همات يعني اللي بلاذي، وأيضاً بنيابة أيضاً عن دكتورة سوزان اللي بالحقيقة ما حضرت ويانا، عن كل أسرتي أنا أشكرهم. دكتور كريم بالحقيقة كان أستاذنا، وكان أستاذي اللي أشوف عليه بالدكتورة أستاذنا، واللي أنا أشوفه سحت الدموع يعني تكاد أن تنزل، يعني دكتور كريم بالحقيقة ترك ثغرة، وهذه الثغرة يعني ما نقدر نسيتها، وفعلا هو موت العالم يهدم هدم ما حد يقدر يسده. فكريم محمد حمزه الله يرحمه، هو كريم محمد حمزه، لا هو غير محتاج الدال ومو محتاج للتعريف، هو كريم محمد حمزه، هذا كريم الاسم الرائع جدا الحقيقه، وختم ما قام به بهذه المرايا السوسيولوجيه، فعلا المرايا السوسيولوجيه وهذه المرآة فعلا احنا راح نشوف بها انفسنا، كثير من عندنا راح فعلا يشوف انفسه ويشوف ايضا اساتذه اللي درسوا. فاتمنى بالحقيقه عليكم جميعا انه نتم هذا العمل. مره ثانيه اشكر كل الحضور واعتذر عن الاطاله، واشكر الدكتور عبد الواحد بالحقيقه اللي تبنى هذا الموضوع، ونتمنى له كل الخير، بدايه خير ان شاء الله في رئاسه للقسم وادارته للقسم، ونتمنى له كل التوفيق. شكرا لكم صراحه، اشكركم جدا. أنا أيضا يعني فرصة سعيدة جدا أن أنتهزها لأقدم شكري الجزيل لكم كلكم، يعني أنتم معكمين الدكتور كأستاذ ووالد، وهذه يعني جدا جميلة جدا، وأشكر بالذات الابن البار
الدكتور أحمد اللي حمل الوصية وأداها بأمانة، لأن الدكتور هو اللي وصى، فحملها وأداها بأمانة ولمدة سنتين واصل الليل بالنهار حتى ينجز هذا العمل، وعمل كبير جدا قام به. فكل الشكر باسمكم، تسمحوا لي كل الشكر إليه يعني. وأقول كلمة أنه كريم، دكتور كريم ما مات، اللي عنده يجي أبناء برره يحافظين على تراثه العلمي ويحملوه ويخلوه يطلع للعلن. فكل مش أشكركم كلكم، وأشكر الدكتور مخصوص الدكتور أحمد الابن البار. بارك الله فيك. احنا ان شاء الله اساتذتنا يعني مثل ما يعني بناء على رغبه القائمين على الكتاب، حقيقه راح تروح 5 نسخ، كنت راح نسوي 5 أو 10 لكل قسم من اقسام علم الاجتماع بالعراق. عندنا تقريبا انا حسب علمي 11 قسم علم الاجتماع الان اصبح في العراق، فاذا وديناهم كل قسم 5 نسخ او 10 نسخ يعني كيفكم انتم، بس انا اللي عدد اللي موجود الان تقريبا قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. أساتذة الأفاضل جميعا، عمالة كلية الآداب، ممثلة بحضور السيدين المعاونين المحترمين، الإخوة الأساتذة الأعزاء جميعا، قبل أكثر من 2 عامين من الآن رحل عنا الأستاذ الأب الدكتور كريم محمد حمزة رحمه الله. وإلى الآن أذكر في الساعة 11:40 من مساء يوم الخميس، وكان حقيقة رحيل مؤلم. كلنا يرحل، ومن منا لا يرحل، ولكن أن يرحل الإنسان ويؤرخ لهوية قابلة من بعده هذا هو الاستثناء. دكتور كريم محمد حمزة حقيقة غادر وترك بصمات متعددة، قسم منها أعتقد أنه هو أنجزها بذاته، وبصمات أخرى تنتظر منا جميعا أن يأخذ كل مبادر منا دوره في أن يحقق مرآة دكتور كريم محمد حمزة في سيرته العلمية وسيرته التوثيقية في علم الاجتماع. هذا الكتاب أيها السادة هو جهد أستاذنا المرحوم، ولا فضل لدكتور أحمد الصحاف فيه إطلاقا. كيف؟ الدكتور رحمه الله ترك مخطوطة هذا الكتاب، وهذه المخطوطة تستدعي مني مصارحات 3. المصارحة الأولى أن هذا الكتاب وقع فيه تصرف من قبلي أنا شخصيا. ما هو هذا التصرف وما حدوده ومستوياته؟ أولاً، وقع التصرف في عنوان الكتاب. الدكتور الراحل رحمه الله كان قد عنون الكتاب المجتمع العراقي في مراياه السوسيولوجية، مراجعة وتوثيق لنتاجات أساتذة علم الاجتماع في العراق. وبعد حقيقة اطلاعي الدقيق على مضمون الكتاب واستشارة الأساتذة ممثلين بالدكتور خالد والدكتور سلام والدكتور عدنان ياسين أستاذنا، وجدنا أن الدكتور رحمه الله إنما يؤرخ ويوثق ويعمل مراجعة حقيقة دقيقة لنتاجات أساتذة علم الاجتماع في إطار فرضياتهم أو مقولاتهم أو قضاياهم المنطقية عن المجتمع العراقي. فبالتالي تم تحريك العنوان من المجتمع العراقي في مراياه السوسيولوجية إلى مرايا السوسيولوجيا، باعتبار أن الأساتذة والمفكرون الاجتماعيون في العراق هم مرايا هذا العلم. وبقي هذا العنوان الثانوي اللي هو مراجعة وتوثيق لنتاجات أساتذة علم الاجتماع في العراق، هذا أولا. ثانيا، وقع التصرف من قبلي في بعض العبارات التي وردت في هذا الكتاب، أقول بعضها، وإذا أحصيتها ربما لا تتجاوز أكثر من 4 صفحات، وصدقوني وبكل أمانة
لو لم يرفع أحمد الصحاف هذه الأربع صفحات من هذا الكتاب لكان قسما من الحاضرين الآن في هذه الساعة، بدلا من أن يترحم على الدكتور سينهال عتبا وبعبارات قاسية عليه. وإلى الآن أذكر عبارة قاسية وأقرب إلى النابية كان قد نقلها رحمه الله عن أستاذه بحق أحد الأساتذة، فوجدت من غير المناسب وبعد أن أصبح الدكتور رحمه الله في ذمة الله أن يتضمن هذا الكتاب هذا التوثيق. أقول نعم التوثيق ذو طابع نقدي، ولكن الدكتور اليوم في ذمة الله وهو ليس بين ظهرانينا حتى يرد ويساجل وينقد، ومن الحري أن الإنسان يعني يترك ما يمكن أن يكون عند الآخرين انطباعا إيجابيا. الجانب الأخير من هذا الكتاب وقع في تناول قسم الاجتماع الأم بكلية الآداب بجامعة بغداد في ضوء المصارحة ودائرة المصارحة، وأنا هنا حقيقة في إطار هذا الفصل الأخير وقع عندي تصرف بقرابة صفحة ونصف في الكتاب، لأن الراحل رحمه الله ذكر بعض الأسماء بالتحديد ذكره، وكان يوجه نقدا علميا جوهريا يعني أقرب إلى الاقتلاع منه إلى البناء، ولربما ستهتز صور هؤلاء الأساتذة الكبار الكرام علينا جميعا في نفوس طلبتهم والنشء الصاعد، فوجدت من غير المناسب أن أكرس لهذه الصورة. ولو كان بيننا الدكتور كريم محمد حمزة في هذه الساعة أعتقده لقال لي خيرا فعلت. فكل ما تصرفت في هذا الكتاب لا يتجاوز أكثر من 4 صفحات ولا يتصل بأكثر من تحريك العنوان المتغير الأول في الكتاب، وبالاستشارة مع 3 أسئلة أخلاقيتهم العلمية، الدكتور خالد حنتوش، الدكتور سلام عبد علي، والدكتور عدنان ياسين. هذا من حيث الكتاب بالوصف العام، وهو يستند إلى المبادئ الأربعة التي اعتمدها ميرتون في تقويم العلم بوصفه هوية مؤسسة. أنتقل الآن إلى المعوقات التي حقيقة يعني اعترضتنا في طريق إنتاج هذا الكتاب أحيانا، ولكن هوية الكتاب هي راسخة وعامة في مضمونها. هناك تصحيح علمته من صاحبة الشأن لاحقا بعد أن صدر الكتاب، الدكتور رحمه الله هو يتحدث عن الأستاذ الراحل الدكتور شاكر مصطفى سليم ويجعله في خانة الوصف السياسي ويسلط عليه الضوء كثيرا، يؤرخ بوفاته في عام 85. وكما تعلمون حضراتكم أن السيدة هالة وهي وكيلة وزارة الخارجية العراقية الحالية هي بنت الراحل رحمه الله، ومن بعد أن أنتج الكتاب ذهبت إليها وأهديت إليها نسخة منه، وبعد أن تصفحت الكتاب شاهدت أن سنة الوفاة والرحيل أرخها رحمه الله المؤلف في عام 85، فقالت لا في العام 84. فهنا تصحيحا يعني أمام حضراتكم، هذا الكتاب أنا حقيقة حرصت على أن أعمل عليه بالتواصل مع كل الأطراف أصحاب الشأن في هذه القضية. أولاً صحيح أنني موصل من الدكتور رحمه الله، وكنت حريص أن أسمع بعض الأساتذة وأطلق كل الأطراف على مضمون هذه الوصية، وأكرر ليس في تطبيقي لهذه الوصية أي فضل كان ولا يكاد يذكر قدر شعوري بالمسؤولية. طبعاً قد يبدأ الإنسان في صورته في تكريس صورته في نفوس الآخرين يبدأ بصورة علي بن أبي طالب، ولكن قد ينتهي لاحقا إلى صورة يزيد بن معاوية. الأساس هو أن يجعل الإنسان هناك ثابتا أساسيا في الحكم والتعاطي والمعيار مع الآخرين، وأن هذه التقلبات السريعة هي ليست صحيحة. أقول أنا ركزت جاهدا وجادا على أن أطلع جميع الأطراف على مضمون التصرف لهذا الكتاب الذين نرجو له مستقبلا واعدا ناقدا في مجال علم المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك دكتور أحمد الحسيني. هسه أيضا لكلمة من الأساتذة
هذا درع لا استطيع ان اصف مشاعري في هذه اللحظه، واشعر اني مقصره تجاه رئيس واعضاء قسم الاجتماع اللي هم احبائي وهم يعني ذخيره ان شاء الله في المستقبل، واتمنى التوفيق لكل الموجودين في قسم الاجتماع الذين هم منار بالنسبه لي، واتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله فعلا ان شاء الله. و وشكرا لجميع الاساتذه، ونتجاوز هذا الشيء المادي، بس وقوع الحدث حضور عنوان هذا التكريم الى روح المتساميه استاذنا الفاضل المرحوم الدكتور كريم محمد حمزه، والى استاذتنا اللي المعطاء اللي ما وقفت حدود السن والعمر، فهذا شرف كبير بالنسبة لنا، شرف كبير بالنسبة لنا، وشرف كبير إنه أشوف دموع تتلألأ بعيون زملائنا بصراحة، وهذا يعني ديدا كل إنسان نظيف يبني حياته على أساس تشاركه ويا الآخر، والعلم هو المفتاح لكل روح سليمة و ترتقي الخير للآخرين. فشكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لقسم الاجتماع، ونتمنى الدكتور عبد الواحد الموفقية بما هو آتي. شكرا جزيلا.